حقيقة أتشرف أن أكون من هذا التشكيل، هذا التشكيل اللي ما قصر حقيقة مع العراق منذ عام 2003 وإلى حد الآن، قدم عشرات بل مئات بل آلاف الشهداء من أجل كرامة وسيادة العراق. وبالتالي أعتقد كل إنسان يعتز بوطنيته بعراقيته يعتز بهذا التشكيل اللي كان دائما في الظروف العصيبة سند، سواء للمؤسسة العسكرية أو الأمنية العراقية أو لعموم الحكومة العراقية. على كل حال موضوع الأراضي، أنا أعتقد هذا الموضوع وللأسف دائما ما من يكون أي إشكال ويا أي تشكيل من تشكيلات الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة، دائما من نجد الإعلام حقيقة يسلط الضوء وبكثافة وكأنه الموضوع خلى العراق من المشاكل وفقط مشكلة الفصيل أو التشكيل أيا كان من هذه التشكيلات هو المشكلة الوحيدة في العراق. أقول هذا الموضوع تحديدا عندما حصل، هو حصل بسبب وجود شخصية عفوا تحاول استغلال مركزها الوظيفي في الدولة العراقية للاستحواذ على الأراضي، ليس في بغداد بل بعموم محافظات الغربية. وأعتقد أن هذا الموضوع أصبح واضح للعيان، خصوصا بعد مشكلة الأنبار، أن هنالك شخصية تحديدا رئيس السلطة التشريعية اللي يحاول يبسط نفوذه على أكبر مساحة من مساحات العراق. لذلك المشكلة بدت أن هذه الأرض عفوا تحديدا أو هذا الموقع يشكل أهمية استراتيجية لبغداد في مراحل عديدة، وبالتالي يجب أن يكون هذا الموقع محاط بعناية الأجهزة الأمنية. يبدو أن هنالك إهمال من قبل الحكومة العراقية تحديدا في هذا المكان، وبالتالي عندما شاهدنا ردة الفعل من تشكيل الكتائب، والكتائب بالمناسبة يعني بعيدا أنه لحد الآن هي ما تحملت مسؤولية الموضوع، لكن ما نسب إلى ومن الإعلام هذا الموضوع، أنا أعتقد لحد هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي يبين أو يدين حقيقة الكتائب بالتدخل في هذا الموضوع. لكن لو قدرنا أنه فعلا الكتائب تدخلت في هذا الموضوع، هذا الموضوع في 2006 2005 لحد 2014 شكل مصدر تهديد لكل أمن بغداد. فبالتالي لا يمكن التفريط لشخصية تتهم حقيقة بالفساد المالي والإداري وتريد أن تستغل هذا المكان لتحقيق مآرب ومصالح شخصية.